أبي اعتزاز بكين بم إسلامه، أبي خمان سربرز بكين بم إسلامه. خواي قورو مهربان فرميت، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عزة سربرزي بو خواي قوري بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو إيمان دارانا، بلام إنساني دورو نازان أبي اعتزاز بكين بودينوا. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. شرفكم وفخركم وارتفاعكم أو قرآن ما انداقر دوا بو إيوا شرفي إيوي تايا برزي إيوي تايا قردسي فيه وبقرن أفلا تعقلون. بو فكرنا كنوا أو إسلاما أو قرآنا كسر برزي إيوي تايا بو فكر لنا كنوا بو إشي فينا كن. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شرف يا كبو إيوا أو قرآن أو إسلاما بو يا إمام عمر رضا ورحمة إخوائي لي بيت فرموي: كنا أذلاء إما الزليل بوين وقت إخوي فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. إما لوقت إخوي دا زليل بوين خواي قورو مهربان بإسلام عزيز ماني كر. والله داواي عزت لغير إسلام بكين، داواي عزت لغير خواي قورو بكين، خواي قورو زليل ما نكات، خواي قورو زليل ما نكات. شاني دس بو دينه وبقرين، شاني حكم بو دينه بكين، شاني إيش بو قرآن بكين، أو أنا إيما للاي خواي قورو مهربان برزين. بويا پیغمبر عليه الصلاة والسلام أفرميت لحديثك صحيح ده: انتسب رجلان على عهد موسى فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان. دو بياو لسردمي موسى سلامي خواي لسربيت هرسيان فخر يان كل بابان يكا يشكان وتي كاعتزازي كربو غير إسلام بو ابن مالي خوي كهيشان إسلام نبون كهيشان باوريان بخوا نبو بلام ناويان هبو عشرتيان هبو يكي كان وتي: أنا فلان ابن فلان حتى عد تسعة فمن أنت لا أم لك. من فلان كري فلان كري فلان كري فلان كري فلان نو بشت خوي باسكر توكي توكي. قال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. من فلان كري فلان كري إسلام أم فخري كرب اعتزازي كربا إسلاما أوش بمن ماري خويا كدجي إسلاما. فأوحى الله إلى موسى أن قل لهذين المنتسبين: أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم في النار. أيو كسيكوت من فلاني كري فلاني كري فلان منو بشت باسكت هر نو بشتك لجهنم تو دهم يعني لجهنم. خواهي قورو مهربان وحيب وموسى النار فرمي وايان في بره: وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. أيو كسيكتوت فلاني كري فلاني كري إسلاما أو دو بشتد لجنة تو سيمين يعني لجنة. دس بقرين بودي نوا سر برزيمان بودي نوا تا وأبي باش بزانين كخواهي قورو فرميت: ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بل من مسلمان من أحسن قولا منه كي هي لو باش تربيت أو إسلامتا دسي فيه وبقرين بجواني تطبيقي بكين حتى أو كاتا إيه مصر برزبين وأبي بينو باورمان وابيت كمستقبل هربو أم دينية مستقبل بو هر ام دينيا هر ام دينا ابي سر بكويت. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اگر كافر كانش بيان ناخوش بيت بخداي هرم اسلاما لمستقبل ابي حكم بكا وايش بكا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ام زويه هربيت يا شاكان وأهل الإسلام ببن الرواه.